اهلا بيكم من جديد في حديث القاهره. الابتسامه على وشي بتقول ان مصر الحلوه موجوده وموجوده قوي. يعني كل حد فيكم هيتابع الفقره دي هيسقف ويفرح من قلبه ان عندنا المواهب الحلوه دي اللي مستنيين زي ما قلنا في الانترو بتاع الحلقه نص فرصه. مين هيبدا ويدي لاولادنا بعد ما يشوفهم النهارده وفنانيننا وموهوبنا فرصه علشان يزينوا مصر بافكارهم وابداعاتهم، بدل ما نتكلم عن اللوحات المسروقه والحاجات اللي من غير حق استخدام وغيرها. ده العنوان الكبير بعد قصه سرقه تصميمات المترو، مواهب مصريه تبحث عن نصف فرصه. ان شاء الله الفرصه كامله هيديها لها المسؤولين في مصر والقائمين على تجميل مصر ومشاريعها الحلوه. نرحب بضيوف الكرام اللي موجودين معانا النهارده. الاستاذه اللي اكتشفت كتير وادت فرص لكتير علشان يطلعوا مواهبهم لانها كانت ام ليهم قبل ما تكون استاذه، الدكتوره صفيه الاباني نقيب الفنانين التشكيليين وعميد كليه فنون جميله السابق. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بسيادتك يا فندم. بنتنا الحلوه قوي اللي عامله مشروع تخرج يجنن الحقيقه بتصميمات مستوحاه من مصر الفرعونيه وهتشوفوه معانا النهارده. معانا داليا عبد العزيز البيلي فنون جميله جامعه المنصوره قسم ديكور شعبه عماره داخليه، مشروع تخرجها هنشوفه النهارده. اهلا بيك يا داليا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الوانك والطله دي اساسا بتقول ان يعني هنشوف حاجات حلوه قوي. بنت اسوان اللي بنشوف جدارياتها مع خطوات كتير قوي بنخطيها سواء من جزيره هيسا لاسوان هي وفريقها اللي موجود هناك، كانت تقريبا اول حد يرسم في الشارع بالمناسبه. بنتنا الحلوه الفنانه الجميله مها جميل من اسوان خريجه فنون جميله حلوان ومنورانا في الاستوديو. نورك. اهلا بيك. اسكندراني يعني مش هقول بلديات بقى يعني جامعتي جامعه اسكندريه كانت هناك، اتخرجت من هناك، لكن هو مازال حتى الآن بيؤدي مهمته في تعليم ناس كتير جدا مش بس على الإنترنت، لكن في إبداع جداريات هايلة لدرجة أن ترشح اسمك فورا على السوشيال ميديا أن ليه ما ناخدش جدارياتك وننفذها. فنانا الجميل عمر بدران واحد من فنانين الجداريات وحاليا بيشتغل في قصر تذوق سيدي جابر بالإسكندرية التابع لهيئة قصور الثقافة، خريج فنون جميلة إسكندرية. أنا حبيت أعرفكم بالطريقة دي لأن فعلا هنشوف النهاردة مواهب. أنا هبتدي من دكتورة صفية. أنا وقفت كتير عند أكتر من تصريح ليكي ومداخلة تلفزيونية وبتنادي وبتهاتي عندنا موهوبين قوي ادوهم فرصة. شايفة ليه فعلا الواقع بيقول حاجة غير كده؟ ولادنا حلوين قوي، لكن شباب مصر ما شاء الله كتير. مصر ولادة فيها طاقات وفيها مواهب لا تنتهي. الفرص ضيقة مش متوفرة، مش هنعيب على حد ومش هنقول ليه ما خدوش فرصهم، هنقول نظرة للنقابات، نظرة إلى بيوت الخبرة الاستشارية. احنا عندنا كل خريجين الكليات الفنية أولادنا أعضاء نقابة، وعندنا أساتذتنا وزمايلنا بعد 15 سنة بيبقى استشاري. لما ندخل في مشاريع قومية وندخل في مشاريع تجميل كبير استعينوا بينا، استعينوا بأهل الخبرة، هيشغلوا معاهم فريق كبير جدا من الشباب والعجلة هتدور. ما يبقاش الموضوع مقصور على ناس معينة. ولادنا يعني كان الأسبوع اللي فات ده والأسبوع اللي جاي مشاريع التخرج، مشاريع تخرج كليات الفنون، فنون جميلة وتطبيقية، بيبقى مهرجان كله جمال في جمال، حاجة عظمة مبهرة، حاجة عظمة، نحت وديكور وتصوير وجرافيك وبالنسبة للتطبيقية نسيج ومطبوعات ومشاريع. يعني حضرتك تشوفي ما شاء الله مصر ولادة ومبنية على أسس علمية صح، على دراسات تاريخية صح، على أبعاد لتاريخنا وجغرافيتنا، وتحية تقدير للعاملين عليهم من معيد لأستاذ لعميد. مش ممكن يعني رحنا يوم المنصورة لقينا سيادة العميد بنفسه لغاية أصغر معيد بيتين بقالهم شهر مع الولاد كلية مع الولاد عشان يطلعوا هذا الإنتاج العظيم. بعد كده لما بيخرجوا للشارع بيحسوا بالظلم فبيجي لهم إحباط، ما فيش فرص متوفرة ليهم كتير. يلا نوفر فرص بقى، نوفر فرص لما نوري ولادنا للمسؤولين. طبعا نبتدي
ايه رايك يا دكتور؟ طيب طبعا اسمحي لي انا هتذكر قبل ما هقول ده الموضوع انه ما تجربش في مصر، لا اتجرب في مصر. انا اتذكر وحضرتك من اسكندريه ايام المحكوك، كنت انا ما زلت هنا في البلد، مشاريع كليه الفنون الجميله واساتذه كليه الفنون الجميله والفنون التطبيقيه زينوا كل الميادين، والطريق لما مع بدايه الطريق الدولي كان كله تماثيل مشاريع التخرج، مشاريع تخرج كليه الفنون الجميله، يعني كان هو ده اللي بيزين ميادنا في محافظه اسكندريه، ليه ما نعملش كده؟ انا هوريكم الصوره بتتكلم ازاي. هبتدي من الاصغر، انت اصغرهم صح يا داليا؟ صح. طيب انا هبتدي من الاصغر. الاصغر مشروع التخرج بتاعك مركز التصميمات والموضه المصري. اوكي، للي ما يعرفش احنا عندنا في مصر حاجه بالفعل موجوده اسمها مركز التصميمات والموضه، وانت قررتي تعملي له تصميم تاني. ليه؟ انا كنت شايفاه مظلوم جدا، هو عنده امكانيات كبيره، الحكومه موفره له امكانيات كبيره، التدريس فيه على اعلى مستوى، ولقيت في ناس كتير ما يعرفوش اصلا ان في حاجه زي كده موجوده في مصر. يعني انا عرفت ده لان انا امي بتدرس فيه. فانا شفت المكان ده ملهم جدا بالنسبه لي، ان انا يعني انا شايفاه رائد للمجال ده في مصر وواجهه ليه بره مصر. شوفوا العظمه اللي موجوده حواليني دلوقتي، دي عظمه جزء من التصميمات اللي عاملاها بنتنا داليا. طيب انا عايز اعرف انت عملتي التصميم بناء على ايه؟ يعني حاجه تاريخيه، انا شايفه ان في خطوط فرعونيه رئيسيه. و انا يعني خدت خطوطي من الحلي المصري القديم، حللتها وقدرت ان انا اخد منها تكوين الشكل النصف دائري او شكل تتابع الاحجار الكريمه اللي فيها، خدت منها تكوينات دخلتها في تصميم عشان بس اقدر احقق الهويه المصريه، وفي نفس الوقت تكون بشكل معاصر جدا يتناسب مع المجال اللي هو الفاشن، المفروض تكون حاجه عصريه جدا، وفي نفس الوقت انا عايزاه يعني يظهر الهويه بتاعتنا بشكل جديد. على فكره انت استخدمتي نفس الالوان اللي انت لابساها دلوقتي ونفس الديزاين بتاع العقد بس مع الاحجار الكريمه. بالظبط صح. والانسيابيه دي متعلقه بالقماش، ده احنا بنتكلم على موضه بقى. طب يعني احنا هنعرض معاكم اجزاء منها، يا ريت نبتدي حتى بس بالمنظر الرئيسي، البهو الرئيسي، غرفه الاستقبال. انا وقفت قدام غرفه الاستقبال يعني بصراحه منبهره. فيعني الحاجات اللي موجوده في المشروع ده لو دققنا فيها شويه هنشوف ابداع. شكرا جدا. التعليقات اللي جات لك، انا دخلت على صفحتك على الفيسبوك بالمناسبه، شفت تعليقات كتيره جدا، الاف الناس دخلت شاركت كل ده. وفي ناس كتير جدا، انت كنت دايما بتردي باشياء حلوه قوي. انا لو عايز اشرح حاجه من دول، ده البهو اللي بين المبنيين صح؟ ده بالظبط، ده المفروض ان هو جزء اساسي عندي في التصميم، ان انا عايزه يعني يتعمل فيه مثلا يعني يبقى مساحه مرنه يقدر المركز ان هو يوظفها على حسب احتياجاته، ممكن انه يعمل فيها عرض مؤقت او تستخدم في التواصل بين الطلبه او يتعمل فيها عروض الازياء. واستوحيتي شكلها من الاعمده الفرعونيه وعملتيها مطعمه لكن هي بشكل معاصر، والروح بتاعتها بس الالوان مثلا استخدمت الستيل عشان يدي يعني يعبر عن المعاصره في التصميم بس. عظيم. وده بدا طبعا من غرفه الاستقبال، يعني احنا زي ما احنا شايفين ده البهو بتاع الاعمده اللي هو ممكن يستخدم كبوديوم صح، وان يتعمل فيه عروض ازياء او حتى مكان لالتقاء الطلبه اللي احنا شايفينه ده مكان القعده الخارجيه صح. بالظبط. ودي انسيابيه القماش زي ما انت كنت كاتبه فوقيها، شكل تتابع الاحجار الكريمه ده اللي انا مستخدماه تقريبا في اغلب التصميم يعني. تمام. ودي الاعداد الخارجيه اللي في الجناين الملحقه بيها بنفس التصميم الفرعوني صحيح؟ بالظبط. واعتقد المدخل كمان كان مبهر بتاع المكان جدا. الاستقبال هو ده الفكره ده بتاعت هو ده الريسبشن. هو شكل التكوين النصف دائري ده هو اللي انا واخداه من الحلي المصريه القديمه واستخدمتها بقى في اغلب التصميم يعني. كان ده المطعم، ده كان المطعم اللي كان موجود من شويه، ده المطعم بنفس موكب المومياوات برضو اثر طبعا، موكب خلى كل الناس أيوة. وتدرس وتتفرج. فتخيلي بقى بيت الازياء والحلي يبقى كده، وهي ما شاء الله عليها درس ازياء جدا. كويس وجابت التاريخ كويس، ويعني حطت الموتيفة واشتغلت بيها ما شاء الله. يعني لما اساتذه العباقره يعني بتوعنا اللي حكموا لها المشروع اخذت فيه امتياز بالمناسبه، امتياز ما شاء الله عليها، فيعني مستقبل عظيم. لو ده مشروع الامتياز فتخيلوا بقى مشروع التخرج كده، يبقى ممكن تبدع في حاجات شكلها ايه، القيمه الفرعونيه والشكل المعاصر. برافو عليكي. طيب انا هروح اسمحي لي لبنتنا، بنت اسوان برضو. بنت اسوان بتمشي في الشارع تلزم الحقيقه، يعني ناس اول مره تقولي ان انت شافت حد واقف على سلم بنت في الشارع في اسوان، قلب الصعيد
واقفه بترسم وماسكه فرشه، يعني التجربه دي ليه عملتيها؟ ليه طلعتي الشارع اول ما قلتي هادي كده؟ هو مبدئيا انا بحب ارسم على مساحات كبيره، فاللوح في الكليه كنت برسم على احجام كبيره، فما كانش ينفع غير اسمع الكلام في الكليه. فحبيت ان انا انزل ارسم في اولى كليه في بلدي، ورحت وجهات مختصه ساعدتني. ليه قررتي ان انت ترسمي في بلدك في البدايه اصلا؟ انا بحب التراث النوبي جدا، وكل الثقافات الموجوده وكل عبده بشريه ليهم تاريخ وليهم تراث، والجعفره ليهم ثقافه حلوه في الافراح بتاعتهم، في التعاملات بتاعتهم، في خير، في حب، في وشوشهم في حد ذاتها كلها، ابتسامتهم جميلة، بشرتهم حلوة، بحب اللون الأسمر قوي يعني. يعني إذا كنت أنا حبقى فنانة فالأولى أن أنا أجمل أول حتة المكان اللي طلعت فيه، صح؟ اللي طلعت من خيره. طيب أنت مشهورة بالوشوش جدا، وطبعا أسماء كبيرة جدا، قامات مصرية كبيرة قوي أنت رسمتيها وعملتيها بشكل مبهج جدا وحلو جدا في جداريات أسوان. تقولي لي كده شوية أسامي من الأسامي. من إحدى المبادرات اللي أنا دخلت فيها رسمت على عمارات طبعا بروفيسور مجدي يعقوب، رسمت عظيم. طبعا أحمد إدريس صاحب فكرة شفرة النوبية الله يرحمه، رسمت الفنان أحمد منيب، رسمت طبعا برضو الله يرحمه، والله الكلام كله راح. ماشي انا كده بخض، عارفه؟ لا والله. طيب صحابك وزمايلك وكل الناس، وانا التاريخ بتاعي في سمعت عن جداريه كل اللي احنا شايفينها قدامنا دي، كل الوشوش اللي كانت بتمر عليكي كانوا يحبوا قوي يترسموا، يجوا يقفوا قدامك يقولوا لي وانت من الصبح لحد بالليل قاعده اللي يمر عليا هرسمه، كل الوش اللي عايز يترسم هنا هيترسم، اجنبي مصري، اللي حابوا يخلدوا اسمهم على هي الفكره بتاعت الجدريه دي غير اي فكره رسم اترسمت في مصر كلها. كلنا بنرسم الناس اللي ادت مصر قيمه وعملت تاريخ في مصر، طبعا يعني احنا نتشرف ان احنا نرسمهم. طبعا فكرنا ان احنا انا وعلي وللاسف يعني ما جاش كده اهو فكرنا ان احنا ننفذ جدريه نرسم يعني عامه الشعب، اي حد بقى حاجه ليها علاقه بال علي خطيبك، صح؟ هو دفع فنون جميلة برضه، ان شاء الله تعزمونا في الفرح ان شاء الله. حبينا ان احنا نعلي من قيمة اسوان شوية، بحيث ان احنا نقول لاي حد ويلكم تو اسوان، احنا عندنا لا مش الثقافة النوبية موجودة، لا احنا بنقول لكم انتوا من اسوان، انتوا بتدخلوا اسوان انتوا منها، مش غرباء يعني، من اهل البلد. كرم اسوان بقى يعني، ربنا يخليك. بس فالسياحة الداخلية والخارجية حبينا ان احنا نقول للجانب وكل محافظات مصر لا تعالوا وتبقى دخلت البلد كده. بس أسوان لكل الناس، بتحب كل الناس وبتستقبل كل الناس بقوا من أهل بلدها، دي كانت فكرة الجدارية. وكمان أعتقد هيسة، صح؟ جزيرة هيسة وغرب سهيل وغرب أسوان وكل بلاد النوبة وكلها بقت مليانة جداريات. يعني شوفوا فنانيننا بيعملوا إيه في بلدهم. إيه رأيك في الفكرة اللي عملتها؟ هي شقية. مها شقية وشاطرة وفنانة. تركيبة جميلة، بس احنا بنحطها كده على التراك، عايزين نساعدها علشان ما تفضلش كده رايحة جاية رايحة جاية، لا نحط لها نقطة تشتغل عليها على طول. مها تعبت وبذلت مجهود بحب، ودي تركيبة الفنان، رسمت على أماكن. أنا تواصلت مع علي محافظ أسوان، شخص هايل ونبيل وراقي، يعني تحية شكر وتقدير لمعالي، وقلت له بنتنا زعلانة ليه الشغل اتشال، فهو قال لي كلام معقول قوي. اللي هو أشرف عطية، هو طبعا دايما على تواصل مع كل الناس، حد محترم جدا. فقال لي بصراحة أنا داعمها، وأنا دعيتها لمكتبي بس هي مش موجودة النهاردة. الرسمة اللي هي عملتها كانت فحم او مثلا الوان زيت على بلاستيك، اي حاجه يعني موجوده في ممشى. الممشى ده مفروض ان هو ليه تصميم معين، هيتحط له رخام وهيحط له خامات وحاجات كده، الى جانب انها اتشققت. فاحنا شلناها علشان ده مشروع زي مشروع قومي كده، الممشى، لكن انا بوفر لها اماكن تانية الله هترسم فيها بدعم مني وبتصريح مني وبدعم من المحافظه، واحنا ما نقدرش نزعلها. ايه الاخبار الحلوه دي؟ شكرا. ايه الاخبار الحلوه دي؟ يعني واحنا بنشكره
ونتمنى لها التوفيق، ونتمنى لو في فرصة عمل لها في قصر ثقافة في أسوان أو يعني معالي وزيرة الثقافة أو معالي الدكتور هشام عطوة أو تبع المحافظة، نحط لها رجليها بس على أول. والله أنا أتمنى الطريق. بعيدا عن الوظيفة إن الفن حر، طالما أولادنا موهوبين كده ويقدروا يملوا الدنيا، ما هي تقدر تاخد مشاريع، هي تعلم فن وياخدوا مشاريع، لان انا اضرب ثقافه المكان اللي انا فيه للعالم. أيوة. كله هيجي فنانيننا يتمسكوا ايد بايد. عندك ميعاد في مكتب المحافظ ما تفوتيهوش. ايوه اول يعني غنزل على طول باذن الله. يعني اول ان شاء الله نص فرصه. وطبعا سياده اللواء اشرف عطيه ما بيتاخرش ابدا احنا عارفين ان معاهم في المشاريع عظيم، يعني اي حاجه انشائيه اي حاجه فيها تجميل، وهو سيادته قال لي ان احنا شغالين على الهويه البصريه وهتبقى معاهم برضه. ده شيء عظيم، دي اخبار حلوه بنبتدي بيها البرنامج، يعني ولادنا يستاهلوا. اروح بقى للاسكندرانيه. ايوه انا ادخل علشان اتفرج على اي لقاء اي فيديو اي حاجه، لقيت كل الفيديوهات ايد بترسم او ايد بتنحت. أيوة. او بنركز على الحاجه نفسها بالظبط. بتعلم الناس. ومع ذلك طلع اصوات، خلينا نقول كتايب على الفيسبوك تقول احنا عايزين الفنان السكندري عمر بدران يعمل جداريات مشاريعنا القوميه. ايه السر؟ يعني هو كان الفترة دي اللي هي كنت بنتكلم فيها الفترة اللي فاتت من شغل وكده، فلقيت في حد من أصدقائي يعني أخذ الصورة وشيرها على الفيسبوك وكده، ففجأة 10 شير 20 100 200، فالموضوع بدأ ينتشر. أسعدك؟ طبعا. حسيت إن جزء من حقك اللي المفترض تاخده بدأ بحب الناس واعجابهم بشغلك؟ طبعا حاجه مفرحه جدا طبعا يعني. طيب الاعمال زي ما انتم شايفينها، اذا كانت عندنا بنتنا داليا بتشتغل على الثيمة الفرعونيه المعاصره في مشروعها، واذا كانت بنتنا مها اشتغلت على الوشوش المصريه الاصيله في اسوان واهل اسوان، فاحنا عندنا حد اشتغل على الفولكلور المصري. شفت شخصية الفلاح وشخصية الصياد وشخصية والبيت المصري وكل حاجة، يعني التراث المصري متجسد في الجداريات. نفذت أي حاجة فيها أستاذ عمر؟ تنفيذ كل ده متنفذ بينتينج كتوال، وفي حاجات طبعا نحت لأن أصلا خريج نحت، ففي حاجات متنفذة كده. طيب تشرح لنا هنا، لأن يمكن لفت نظر الناس الخطوط. الخطوط أنا يعني برضو من منطلق أن أنا من نحت أصلا، فكان الشكل عندي التكوين بتاعه نحت شويه، وساعدني في ده الخطوط بتاعته علشان اعرف اشتغل عليه. النحت غير التصوير. فالنحت بيبقى الخطوط حاده واضحه، فاستفدت عشان تنفع تتنفذ على مسطحات خامتها حاده وده اللي كبيره، وده اللي ينفع للجداريات. ايوه وده اللي خلاه فعلا ممكن لو تتنفذ كسيراميك او ك رخام او القطع أو الاشياء اللي ممكن او موزايك او كل ده. فالشكل مبسط تلخص في ال، وهو فولكلور مصري، تاريخ وتراث مصر، التراث كله. يعني هي قصص ما بين العائله والحب واغلب الحاجات يعني. والبيت المصري، الناس اللي قاعده على الطبليه والقصص الاساطير المصريه والحكايات اللي موجوده في التاريخ، وقصه حب كمان يعني احنا ما نسيناش الموضوع. طريق الحب والناس اللي في الغيط صح؟ ده ايوه. كان في حد صياد سمك انا كنت حباه، اللي عنده شبكه. ايوه يعني الحاجات دي. هل يا ترى لو جات لك فرصه ان يتقال لك اتفضل انا عندي محطه المترو دي، او عندي الميدان ده، او عندي حتى الممشى ده، بما انك اسكندراني، شايف ان تنفيذها ممكن يكون صعب؟ لا طبعا هي سهله بالنسبه لك. فرصه اكيد طبعا، اكيد طبعا، وفرصه كبيره لناس تانية كمان. احنا في اسكندريه مجموعه كبيره جدا من الناس يعني متخصصين هايلين، مدرسة كاملة. ايه رأيك طبعا في المشروع في حد ذاته؟ هقول لحضرتك طبعا انا اتشرفت باستاذ عمر النهاردة بس. وشايفة شغله، هو اقرب لشغل النحت، بيبقى اقرب لشغل الجداريات. وطبعا هو قال كلمة عظيمة جدا، ان مدرسة اسكندرية دي استاذنا العظيم عبد السلام عيد، استاذنا العظيم طبعاً محمد شاكر، وجداريات كورنيش اسكندرية، واساتذتنا في القاهرة، وتماثيل الميادين ومترو الانفاق وتماثيل الميادين والعاصمة الادارية عندنا ناس حلوة قوي. صحيح. ليه نحط كل شوية في ميدان تمثال في مشاكل ونرجع نتخانق التمثال ده لا يعبر عن ده؟ علشان يا فندم ما بيرجعوش لبيوت الخبرة.
الاستشاري او البيوت الخبرات هي النقابات. طب ما يعملوا اتفاقيات تعاون بين المحافظات وبين نقابه هو ما هي النقابات مفروض انها استشاري للدوله، لكن ما حدش بيلجا يعني لو استشاري كده بالمجان يعني بالمجان يعني يبقى عندنا بيت خبره بالمجان ونروح ندور على حته ندفع فيها فلوس ويطلع عندنا فيها مشكله. ما هو حضرتك زي الاطباء استشاري، زي المهندس استشاري، الاستشاري يقولوا يا جماعه في مشاريع قوميه، يا جماعه عايزين نشتغل، نبعت لهم لسه ناس في كل التخصصات. وده اتعمل معانا فعلا يعني، ويعملوا مسابقه لسه هقولها لحضرتك، كل المتخصصين دول عملناها مع الهيئه الهندسيه واطلقوا مسابقه، وفخامه الرئيس قال الناس كلها تشارك فيها، وفعلا طلعت منها جداريات كويسه جدا فعلا، وفي ناس اشتركت كويس جدا. يعني يعملوا مسابقات، يقولوا عايزين استشاريين تخصصات. يعني لما نتفرج حضرتك على مترو الانفاق ونشوف الدكتور سامي رافع الله يرحمه رحمه الله عليه، ونشوف محمد مكاوي دكتور عميدنا طبعا، ونشوف الدكتور شاكر والدكتور محمد سالم رحمه الله عليه والدكتور عبد السلام عيد، يا جماعه ده في بقى جيوش من اولادهم طبعا، وكل حد فيهم شاطرين جدا، ما بخلش على انه يدي لطلبته اعظم. وطلابه دول النهارده عندهم 60 سنه يعني طلابه، تخيلوا بقى الجيل الثاني عايزين التالي. فرصه يا جماعه. احنا بالمناسبه يا دكتور النهارده كنا حريصين في الـ في الـ في اللقاء ده ان يكون معانا نماذج مختلفه. عندنا بنت الصعيد اللي جالنا من اسوان، وعندنا ابن اسكندريه اللي جالنا من الساحل فوق ساحل مصر، وعندنا بنت القاهره اللي منصورة اللي جايه لنا بكل جمال الدلتا، الفكره بتاعت الدلتا وخيرها صحيح طبعاً. على رايك دكتوره يعني كل ده موجود عندنا ما نستغلهوش ليه؟ بصي بتحلمي بايه؟ ايه اللي نفسك فيه لو اتقالك ان هديلك فرصه، نفسك الفرصه تبقى ايه يا داليا؟ انا نفسي دلوقتي ان انا اخد خبره، يعني انا عشان التصميمات دي تطلع يعني تفيد الناس اكتر، مش بس بتعتمد على الموهبه، بتعتمد على الخبره. فانا نفسي يجيلي الفرصه ان انا اشتغل في حاجات يعني، او حتى ما بقاش عنصر اساسي، ابقى حتى متدربه عشان اخد خبره في المشاريع الكبيره اللي بتتعمل دلوقتي. بالظبط، منه تشاركي ومنه تبقي دخلتي الحياه العمليه. بالظبط. انت السنه دي بتتخرجي ولا اتخرجتي؟ السنه دي يعني اتخرجت، لسه متخرجه دفعه 2022. يعني المشروع طازه اهو، في احلى من كده ايه؟ مفيش احلى من كده الحقيقه يعني. طيب يعني فكره بس دخلوني معاكم في المشاريع اتعلم ان شاء الله كمتدربه واساهم، ده في حد ذاته مهم، وخبره زي دي اكيد هتضيف لها وتضيف لموهبتها كتير ما شاء الله عليكم. طيب مها، يعني مشوار الجداريات المستمر، ايه الفرصه اللي مستنياها فعلا وممكن لو اتقال لك اطلبي تعمليها او تقولي انا عايزاها؟ والله زي ما الدكتوره صفيه قالت ان انا واي فنان يعني ياخد فرصته انه يحقق هدف للبلد ويعمل حاجه كويسه ونتحط في المكان الصح. انتوا كتير في اسوان؟ مثلا مش كتير قوي، رقم يعني. الفرق اللي انت اشتغلتي بيها لحد دلوقتي، لان شفت لكم شغل كتير قوي. لا كتير، لا فنانين اسوان كتير قوي. احنا عايزين نقابه في اسوان. يا ريت، انا بتمنى دي فرع للنقابه في اسوان. نتمنى من معالي المحافظ يسمح لنا يعني شقة بقى ونعملها فرع لنقابة الفنانين التشكيليين، ويبقى فيها تجمع لكل الحلوين الفنانين المبدعين، لأن الصعيد كله ما فيهوش فرع نقابة، يستعين بيهم طول الوقت طبعا. والكوادر كلها تظهر وتاخد حقها من المنيا لأسوان. في حد جريء كده شبهك هناك يطلع في الشارع لا كتير في كوادر طلع تربية فنية، في تربية فنية هناك هايل، لسه جديد فتحتي طريق يعني. برافو عليك. طيب أستاذ عمر، يعني المشروع اللي تتمنى ان انت تنفذه ويتقال لك ان دي عندك فرصه اهي. والله يعني فكره ان انا من فنون جميله وكده، ان في ممكن نستفاده بكذا حاجه في موضوع الحاجات الميدانيه او في العام عموما، الشغل العام يعني، الميادين الجداريات او الانفاق او الحاجات دي، بيبقى ممكن نستفاده من كذا فنان او من فرق عمل ضخمه ممكن تشتغل في حاجات زي كده. ممكن برضو مش غير كده، ممكن يبقى فيه بيساعدنا مثلا لو في حد ممكن يعمل لنا السيراميك نفسه كالوان او كتصنيع او كقطع للحاجات نفسها، ممكن زي ما بيعملوا هنا بيتكلموا عن المعرض القادم الخاص بمصر بتاع المستقبل الان اللي بيتعمل في الاهرامات، قالوا ان كل الفنانين العالميين من كل انحاء العالم دول بيجوا لورشنا هنا
علشان يعني يدلهم التصميمات بتاعتهم وينفذوها سواء كانت من المكونات الحديدية والمعادن أو حتى من السيراميك هو في الآخر هو في الأول أصلا الموضوع الفني فكرة فأنا لازم يساعدني معايا خامات وأدوات ورش ويتوفر لك إمكانيات مادية وممكن حتى كمان يخشهم كداعمين للفكرة إن لو اتعملت بالسيراميك أو بالنحت أو بالألوان الخامات كتير والإيد موجودة وزي ما قلت لك في فرق عمل كتيره جدا مستنيه جداً الحاجه جداً. بس مش هينفع كشباب نعملها لوحدنا لازم يبقى في فريق مظلة. عمل لازم فريق عمل كله يشوف لو مشاريع حاجه يعني كل واحد يقول ممكن يساعد في ايه هي الاعمال الفنيه الاعمال الفنيه بتدار من خلال مشروع يعني مدير مشروع ويشغل تحت ايده يوزع يعني المهام كل واحد في مكانه الصح وكل واحد تحت ايده يعني النحات ده هتلاقي تحت ايده 20 واحد يشتغل معاه هي كده ساعتها البلد ترتقي فالدنيا تمشي لان هو برضو الشغل بالفردي بيبقى برضو بيدي لك اقل حاجه بالظبط انت بتضطر تعمل اقل حاجه هو فريق واحنا فريق عندنا من المبدعين يعملوا فرق مظبوط افتحوا المخازن الخاصة بالكليات الخاصة بالفنون الجميلة اللي بتعمل فيها مشاريع كتيرة وكل الكليات العملية اللي في الحاجات الفنية هنلاقي الإبداع كتير جدا نستغلها في ايه الحاجات اللي موجودة عندنا في المخازن يا دكتور مخازن ايه؟ مشاريع التخرج الطلبة لا دي مش هتلاقيها لانها بصحابها بياخدوها طب ازاي ممكن الحاجات اللي اخدت حاجات كويسة دي ازاي نستغلها ونقول ان دي نقول يعني مثلا احنا لما روحت المنصورة لقيت اعمال نحت ما شاء الله البنات كل واحده نحته تمثال 3 متر اتعمل عليها مزاد في المحافظه قلت مشاريع التخرج لا دول طينه وبتتشقق وبتقع دي المشكله فقلت ارجوكوا رجال الاعمال يروحوا يصبوهم مش هيكلفوا 10 15 الف جنيه التمثال خدوا الحاجات دي كلها وسياده العميد عمر غنيم موجود ارجوكوا الله اتكلمنا على الاعمال دي مشاريع المنصور ايوه حاجه جميله قوي 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 ومش هتكلف رجال الاعمال شيء وممكن خلص. استغلالها يا جماعه اوتيلاتنا اللي ماليه الدنيا الميادين العامه مداخل المحافظات مباني المحافظات وتواصلت مع معالي الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعه وهو قال خلاص هنقدر نصب كذا واحد منهم بس انا قلت دعوه لرجال الاعمال يا جماعه شغل حلو قوي وهيترمي مفيش داعي ان الجمال ده كله يترمي يتصب يعني هي حاجه بسيطه قوي بالظبط الطالب نفسه ان هو يبقى في دافع للطالب نفسه ان حاجه بالظبط لو حبيت توجه رساله لحد دلوقتي لمين وتقول له ايه العمل مش فردي العمل لازم يبقى جماعي افراد ومؤسسات مزبوط. شركات مصانع عشان الحاجه تكبر لان انا لو اوكل الي حاجه اعملها كفرد او كمجموعه صغيره هلجأ لأقل الخامات او ابسط الحاجات عشان تكبر وتبقى على المستوى المطلوب مستوى مصر نفسها ان طبعا حاجه يبقى الحاجه بالنسبه لها فريق عمل كامل عظيم وانت يا ما اذا عندك حاجه عايزه تقوليها لحد توجهي له تقولي له ايه انا الفنانه لا عايزه اقول لكل الفنانين في مصر احنا حاجه قويه جدا حاجه تقيله وعندنا الناس اللي هي اتربينا على ايديهم موجودين جنبنا وهيسندونا والسيسي اكيد هيدعمنا ومحافظين سياده الرئيس طبعا ومحافظين كلهم اكيد هيدعموا كل الفنانين واكيد هيعرفوا قيمتهم وان شاء الله يا رب نعلي مصر فوق بس طبعا طول ما احنا عندنا فنانين حلوين كده وانت يا دليل تحبي تقولي ايه لمين انا احب اول حاجه ان انا اشكر مامتي لان هي سبب كل اللي انا فيه دلوقتي ربنا يحميها امين يا رب ويعني هي لولاها ما كنتش هوصل لاي حاجه من اللي انا وصلت لها دلوقتي وورثت عنها حاجات كتير قوي زي فكره اهتمامها بالتراث وبالهويه وانها تعكس الهويه المصريه بشكل مختلف كل ده نفقيه في اختيار الازياء العظيم ده امي برضو فكل ده انا عايزه اشكرها جدا وتاني حاجه ان انا عايزه يعني فعلا اهتم بالناس اللي هم لسه متخرجين لانه يعني فعلا الناس محتاجه خبره فريش وعندهم امكانيات يا ريت ما نجيبهم لهمش احباط دكتوره صفيه الختام معاكي تحبي هي مرحله التدريب الناس كلها خلصت التعليم احنا نحو التدريب خدوهم بقى المشاريعنا علشان مصر وهي تبني بيهم صح يعني دي كانت واقفه دكتوره صفيه الاباني مش بس نقيب الفنانين التشكيليين ولا عميد كليه فنون جميله السابق هي كمان ام لكل حد مرت عليه وشافت جمال ابداعه علشان كده دايما بتقول ولادنا كتير وفنانين بصوا لهم نظره
احنا بنشكرك جدا على كل مره قلتي فيها كده. شكرا جزيلا لوجودك معانا. داليا استمتعت جدا بمشروعك زي ما اكيد الناس شافت بصمتك الحلوه، وتحياتنا لوالدتك وان شاء الله موفقه، وهنستنى انت تدينا خبر بان الفرصه جت ان شاء الله يا رب. شكرا جدا، نكون احنا خطوه على الطريق. شكرا جدا. مها يعني المغامره نتمنى لك كل مشاريعك تتحقق، بنت اسوان توصل للعالميه كمان رب. وحنستنى منك خبر حلو على اول مشروع في اسوان باذن الله. باذن الله. استاذ عمر شرفتنا من اسكندريه بجد، ومشروعك اللي جاي على الجداريات بكل اللوحات الحلوه اللي من التراث دي احنا هنكون بنصور كمان وهو بيتنفذ ان شاء الله. ولادنا الحلوين وفنانيننا الحلوين مليين مصر، ومصر بتبني، تبني بايد مين غيرهم؟ احنا هنا في حديث القاهره بنفرج الصوره، وفرصه فرصه. خلصت حلقتنا النهارده كمان، امبارح والنهارده 4 وخميس في اسبوع العيد انا قدمتهم بدل صديقي العزيز وزميلي العزيز الاعلامي الكبير والكاتب الكبير الاستاذ ابراهيم عيسى. ان شاء الله بكره يقابلكم كمان زميلي العزيز خيري رمضان في حلقه الساعه 9، ونبتدي جدولنا بقى العادي بدءا من يوم السبت. تصبحوا على خير.